هذا هو قبر الحياة، رجعته من الموت. باقي حي الدروب. هنا شي فيران اخويا هنا ساكن كيهبس كرت كرت. ربي السلام. الله يرحمه ويوليه برحمته الله شتي ربي تعطيه الرحمن. الله يرحمه مسكين وقتا. ولي كان يعمرها واحد محسن. ما فيهاش اخي بقى فيهاش. راني عارض عليه العشاء مع الحافن بها سيدي الليلة مع الحفاف الليلة كبيرة عندي. انت مخير هذاك. تفضل اودي اخويا الحسين مرحبا بك عندنا تفضل. مرحبا بك عندنا تيكمي سكنا خويا الفيلا ديالنا البوبري مسكين فيش كيعيش هو هذا هذه سكنة المسكين راه هي والله إلا ربي يسهل علينا وعلى الجميع وهذه هي السكنة هذه هي الفيلا هذه هي الحياة عايشين في هذا الغار الله يصوب من عنده الله إلا ربي يدير شي تاوي تاع الخير هذه هي صعيبة شوية ظروف مرض الوقت أثرت ما تلا عندك في الدور اللهم هنا قناة تموت وصافي هذا هو القسمية هذه هي الحياة مرحبا بك عندنا في هاد الغارة كشفتيها هاد الغارة ودي الحسين إوا أنا فيك الناس الحسين أنا هذه هي السكنة ها الكوزينة ها بيت خزين كنجمع الدبس ديالي ونجمع داكشي إوا هذه هي السكنة لا حجرة قبناها وسكننا فيها ما هي ودي هذا هو قبر الحياة تقبيل الحجرة وساكنين فيها ودي السماء فرجي الأرض مرحبا بكم عندي تعرفكم على راسي وأنا رقراقي عابد من عمل الصويرة السيد مي شريف من ذوك الشرفة مغربي حر هذا هو النسب ديالي الشريف إدريسي من زاوية سيدي كانون من عندي 12 عام كنخدم في الفلاحة وفي الزراعة وفي الكسيبة من بعدها تعطيت للبحر خدمت الكوستا خدمت بصبع خدمت الربيعة خدمت مهم صوبت الوراق مرض تاني في الباركوات ما تلوش تاني خدمت فيهم يعني المرض مني مرض صافي الباركوات رجعت الكوستا كان خدم الربيعة بصبع بوزرو زي المهم راه كان نعيشوا فيها داك الشيء اللي جاب الله واليوم الحمد لله تعيشوا معنا الحياة وتشوفونا الحياة ديالنا وتعرفوا علينا وتعرفوا على الحياة ديالنا كيفاش غادية أول حاجة غادي نبداو بها غادي نعمرو واحد البراد ديال أتاي نتسركو الملحة والطعام من بعدها غادي نخرج نلبس حوايج ديالي ونشدو الطريق للبحر إن شاء الله طبعا واحد 4 كيلومتر ديال الطريق للبحر نمشيو نخدمو شوية نقلق نعمر ليكم واحد البراد أودي أخويا الحسين يكون مسحر نعمر ليك أتاي يكون مسحر واحد البراد أتاي يكون هو هذا المسرح دانا وعندنا هذا قاعدين نمشيو بين الزيت وقت نفس العيب صويره المسرح دايا تما كنمشي نجيب الزيت باقي من المعصره هنا مكاينش هو البراد دا كيطلع ودا كيتصوب هاهو تصوب لي كيطلع هنا وين نفطرو نعمرو واحد البراد نعمرو واحد الكاس ديال اتاي ما ناقصين والو هذا هو الحال شيخ الله وان والطبيعة هي صور لك انت يا دكاليان وخبز زويت على الصباح الله يجعل البركة ما كاين ما احسن منها هي بسم الله خبز زويت مغامرة تخدم غامر فيها نوبات تخدم 6 ايام وطريح 10 ايام وطريح 15 يوم نوبات تخدم 4 ايام في الشهر نوبات 6 ايام في الشهر ونطور بحال نوبة كبير نوبة صغير نوبة المهم قاتل معاه في هاد الشتي ما فيش خدمة ديما 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 لا لا بد البحر ما يكبر ويخليك تاني مريح تخدم كاع 6 ايام 7 ايام ونطور لك 15 يوم
واجي ستة خطرات ولا سبعة كيدينا ويلو حنا البحر وبغينا نوصل كنعتقو روسنا مادا بلا نعتقو روسنا غادي نمشيو غيدينا البحر وعتقنا الناس حنا عتقنا الرواح من البحر الحمد لله قاعد خدري بارباس كانت دار بحر مسكين جبتو من البحر رجعتو من الموت وباقي حي لدروك القامسكي الله إلا بارباس مسكين طاح لواحد الفوندو لتحت لا والله عطينا الباندو عطينا القنان وبقينا معاه فجريناه وطلعناه كان غا يدير بحر داخله تاني وبوزدو العريقات نوسك النيرات اللي كيطيحو وطلعوهم وبزاف مغامرات ودي حسين بزاف والله يفرنا ولا موت ديال حسين البحاره ماتوا لا بصبيع ولا بشباك ولا بشامبريات ولا في باركوات ولا بجيل الله يرحمهم ويستاهليهم ويرحم المات في هذا النهار يوميا الله يرحمه ويجد عليه الرحمه على النساء ولا الرجال الله يجعل البركة راه تنقص ما بقاش كي كان بعدا بحر شوية سير كينقص مزيان الجو ديالو زين زين سبحان الله غادي فيه الشفا سبحان الله غادي تبدلو الشفا هاد الجو تاع البحر حوتو زينة الجو ديالو زين سبحان الله غادي واليوم صبحات الكالمة مكاينش البرد مكاين والو الجو زوين الهوا زوينه سبحان الله العلي العظيم ورجل كارمي هو هذاك وزوينه الهوا ديالو مزيانه في خير الحمد لله ما كاين لا شرقيه لا والو والجو هو هذاك الجو تاع البحر مع الجو تاع البحر زوين ولفناه وعشنا فيه وما فيش قدرنا كاع نتفاوتوا عليه سبحان الله العلي العظيم الجو ديالو زين صحي ولفناه خويا هذه العيش ديالنا هنا في الخير يزدوا تلقاو فينا الماء قاعدين نهضروا لك يعني الماء ضرورية هذي تبسها على البحر الماء قاعديك الماء قاعديك البرودة هنا لبسنا غادي نمشيو نتوكلوا على الله تعالى ونشدوا طريق البحر يجاب الله تعالى وهذا ودو زاد فاش كنخدموا طرقاو بيا غادي نطلقا ديري بحال هكا ودو المهم هذا باش غادي نخدموا صح دول المحال مصدر الله تعالى اليوم الله نقلبوا هنا لقينا شي ما لقينا نزيدوا زيت المشروع ليه لقينا هنا ما لقينا نزيدوا زيت المشروع ثلاثة كولومات نحرقوا فيها السكر ونزوقوا يلا ندو هاد البلاصة ما فيهاش قليلة فيها ما كاينش ندو من هنايا نقلبو شوية عليها الله لقينا شي لهيه وهاد الصباح ديال العبد كيتخدم في صويرة فاس فيه هنا في أكادير في الصحراء نمشي منها معاه خدمنا في بارباس خدمنا في الداخلة خدمنا في العيون ما خليناش بلاصة كنخدموها عليه هو يا ربي ترحمنا يا ربي يعفو علينا العيش ديالنا هو هذا نحرقوا هاد الفيرات نرزقوا فيهم الله خدمنا في الدخيله خدمنا في بوربيلو ولكن هذاك زين ديال تما وساوي تمان كنا نغامروا عليه في الصحراء نخدموه وصبايع هو الاول حنا الاول فيه 88 كان خدموه في الداخل بوصبيع وخدموه بارباس خدموه في عين البيضة تشيكا بوربيلو هاي السنديفات ايه لو خويا السلام انا يا غالي بيدي باني شي 30 درهم ولا 25 درهم اش غدير ليك ما مغدياك ما ماشي ياك غنضي باني وصافي باش باش تدي باني ما لا اله الا الله الله يصوب من عنده وصافي كدب قد خدام ضرب قليله ما كيناش
كاين هاد الصحراء ما كاين حتى قليلة. الله يرحمنا الله يلي شي رحمة ديال الشتاء يكون شي رحمة مزيانة يكون شي عام مزيان. موت كتموت قليلة غتبقى ليك حية، تتبقى حية هي تضربها وتبقى حية وتديها تربطها في الماء مزيان. يا ربي يا ربي بقى ليك شي جكيل وحيين ولا يا الله يا الله. الأخرى كتموت وخدمنا في الثمانينات وخدمنا في التسعينات 91 94 حتى 2002 حنا كنخدموا تما في الصحراء كنخدموا من الداخل لهيه خدموا بوجدور خدموا في الداخل خدموا في بارباس وهي هي الحرفة ديالنا هي هذيك ودي الحسين هذه هي الحرفة ديالنا اللي كان نوبا بوزروب نوبا زايد نوبا كيما دارت مع الكورش طاوز نقول لك النهار ضرب تيضرك ظهرك يا ربي تلقد كيلو ونص زوج كيلو يا اخويا تكرفيس هذا الشيء يا ودي الحسين الله يغنينا عليه الله يدير حيتا ويدير الخير يا ربي حيت معنا البروده مع دورنا البروده البروده صعيبة يا اخويا مع البروده تاع البحر ما كتشدنا في ظهري كتشدني ما تلقدش كاع وبصح البروده صحت معنا اخويا ويلا اخويا الحسين الله يدع البركة الله يدع البركة هادشي اللي كاين راه هو هذا اخويا الحسين هادشي اللي قسم الله هو هذا هو هذا هو اللي كاين انا عاشها الحمد لله على كل حال انا عاشها بها اخويا داكشي اللي قسم الله الله يدع البركة هادشي اللي عطى الله هو هذا اخويا كيلو قولي كيلو هنايا الله يدع البركة الله دقا دقا في لا شي ويا ديك باقي با دير غدا ايوا بغيتي تقاد الحويجات ويلا تلحق دابا دابا تكون شي 11 هادي ولينا مع البحر كبير اخويا ما درنا والو الله يدير البركه اللي قسم الله هو هذا اش غنقول حنا مع البحر نوبه مزيان نوبه خايب نوبه وغادي القضيه هكاك نوبه ديباني نوبه ما ديبانيش وصافي غنشوفو هاد التنطيله فيها شي ما كان واحد المحسن الله يجازيه بخير عمرها بلا ما مسكين موقع عمرها قرا يموت الله يرحمه ويوليه برحمة الله شتي ربي تقدير الرحمن الله يرحمه مسكين وقتها هو اللي كان يعمرها واحد المحسن ما فيهاش اخي بقى فيهاش عمرها راه صدقه جاريه عند الله تعالى مقامه في الجنه سبحان الله يكون المقام ديالو في الجنه اللي عمر هاد النطيفيه هادي راه صدقه جاريه هادي ودي الحسكة عندي شويه تنعمرها بلا ما تيطبع ولكن رجع في الله ما الناس باش نعمروها احسن صدقه جاريه عند الله تبارك وتعالى هي النطفيه اللي بيتوضا ويصلي ويشرب ويتعتق تعتق روح هادي عند الله تعالى وتبارك الاجر ديالو ما يضيعش الحمد لله الحمد لله عتقنا الروح واخا ما فيهاش ما يا اخي ما فيهاش ما خويا هادي الله يجعل شي محسن هادي الله يعمرها ودي وباقا طوالة ودي يا خويا باقا تابع لي الطريق طوالة طوالة هادي راه شي 3 كيلومتر شوية هادي مكرين ليها من الصباح قصتي عليا خويا الحسين الله يعطيك الرضا الله يعطيك الربحة ودي الله يحفظك قصتي لنا الطريق وصلتي لنا الله يحفظك ودي الحسين الله يحفظك مولاد الحرام الله ينصرك الله يرزقك النصر الله يرزقك الصحيحة ديالك ويحفظك يا رب الحمد لله حنا وصلنا الحمد لله وصلنا للبراكة احنا وصلنا للنوالة ديالنا البيل وصلنا للعشة ديال البريليكا هذه هي السكنة ديالنا هذه هي الحياة ديالنا هنا هنا بنا عايشين ها احنا وصلنا زيدي بخير من عام 1994 حنا عايشين في هاد الدار هذه هي الحياة حنا فاش عايشين هذه هي البلاد فاش عايشين الله يجعل البركة قسم لينا الله رفحتنا الله هذه هي السكنة هذه هي المعيشة وخلقتوها هنا الله يجعل البركة ما عندنا ما نقول رفحتنا الله
هنا في قسم الله. لا اله الا الله وصف. السكنة هي زوينة بقى المغرب. هذه هي الفيلا في ساكن، هذه هي الدار. الله يصوبنا عنده يا ربي لينا وللجميع. حنا قانعين الحمد لله الله وشكرناه، هادشي حامدين به الله وشاكرينه، هادشي اللي قسم لنا الله، هذا في كتب لنا الله. لا هو لك الحمد، هادشي اللي كاين عطا ربي السوق هو هذا. وثلاثة كيلومتر الطريق هذي ضربنا يالله، وصلنا للمحلين وصلنا للبراكة ديالنا. وحنا يالله بغينا نرتاحو، بغينا نتصرحو شوية ونصمتو ونرتاحو. ثلاثة كيلومتر كتير على بنادم، والنيت ربعة هادي، ربعة كيلومتر. يالله وصلنا دابا، يالله وصلنا، بغينا نعمرو واحد البرا ديالات هاي نرتاحو شوية، والرزق بيد الله، الرزق بيد الله تعالى وتبارك. طيب البركة لك شديد الله. ها زويتها هي. بسم الله. انا بابا خدام لي هاد الخبز فيه السكر، فانا خدام لي الزرع. الحمد لله على كل حال، بقينا حيين هذاك هو الرباح. بقينا حيين، ما دارناش البحر هذاك هو الرباح. ما راه جرينا خاطرنا تيدينا ويلوحنا. وا تا البحر ما تلقى بنا، قابل لينا صافي، الله يجعل البركة. نزلوا البحر، نغسل الماية هنا، نغسل الماية نديرو الرضيوة. نقدو هذوك وزيريكات نديرهم للغدا ونصوبوهم. وا نتغداو ويا الله يجعل البركة. الرملة ديال البحر، غسل في البحر، الرملة ديالو بحال الزيكس، بصح نيت كتخرجو. الله يجعل البركة دابا خصنا نعاودوه في البحر. جبتك الماء السنقي معايا، جبت فين الماء؟ ترى هو كيفاش كدير ياك؟ تحيد منو الرملة، ما تبقاش منو الرملة، فهمتي؟ كتكرتو مزيان داك الشيء، غادي يطلعك. صح كاين الماي، وما يبقاش شي واحد نبقى انا والله. ورمضان ورمضان قبل الحياة، حاضرين قبل ما نموتوا. وصبيعه مع الخردوله، خردوله بوها ليا طابت الخردوله الجميله، طابت نطفيو عليها دابا، نطفيو هانتوما هاد الجميله. الريدان الجميله اورخ ترابينا كلها انا وياك وديها اورخ الريدان الجميله كلها مشقوه. عمرك تمينا كل هذه جميلة هنا يشقوا. هذه فيها كرا هذه زوينة. اش بالك فيها؟ ولي هذه. جملة بقلة. جملة بقلة بنا. سهلة. 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 ولا فاش كان هذا المرام اللي كتقد طيب بوزرة وتنقيه. أي. عاود دير فيك جميلة خضراء. اه نتكر فيه توا. هذه ما فيها والو، هذه الحمد لله سهلة. يقدو سيها وندوها نبيعوها للشراي إلا بغاها، قابلها منا نبيعوها ليه، ما قابلها ردوها للبحر ونروحو بحال هاكا، هادشي لي كاين، لا بغاها لا بغاها ردوها للبحر.
بسم الله. كنقدهم وحده وحده بصح نيد برادي واحد واحد هما غير يدوزوهم يدوزوهم ليك وتهز فيهم شي كيلو ولا زوج. هي الحياة هادي هي الحفاد ديباني شي كويستي ما تاكلو صافي باش ديباني المعيشة ديالك. وفي البحر حبة حبة وفي البر حبة حبة ديما تلقاتها وتفردها وتخدمها وتكرفس عليها بزاف والله يصوبون عندهم مسكين ربي يصوبوا صافي هما الناس. شحال دايره هي في الثمن؟ خويا الثمن فيها ما مقادش هاي لكن مقادين نوت ما نخليش الثمن ما مرسينش فيها الثمن تقريبا 15 يوم كتحيد فيها هاد البركة هادي اش بديري 15 يوم اش غديري كتشي 10 كيلو اش غديري لك 50 ألف فرانك ولا في الشهر كاين سيمانة ما تصورش فيها 5 دراهم هادي كاين خطرة 20 يوم ما تصورش فيها 10 دراهم في البحر ما كاين ما يدار والو وانت حرفتك ما عندك فين الدور لقينا شي بديل الله يجيبو اخويا الله يجيب شي بديل هادشي اللي كاين وين عاشي خدايمة تكون زوينة شي عسة تكون مزيانة دباني فيها الرزيق ديالك أحسن لينا كاع من هادشي حنايا راه ما كنصورو فيه والو راه شادين الحاجة. اخويا الحسين العري تقوز درني العري يخ من الله يعفو علينا منه الله يجيب شي بديل ما احسن من هادشي. خاصنا البرودة اخويا ومرض السكر داكشي باش مرضنا بيها صافي والمشي نبيعو هاد البركة هاد السلعة الله يجعل البركة داكشي اللي قسم الله. اطلع مالي وشاي هذه هات خويا ابو شاي وين المويه انا فين ها هذه المويه انا ولا درتي لينا هذه المويه انا هذه يلا انا الى اخواتك راه كيوقف هنا هي فينا عبر لك بالماء كيلو سيفا من هذه كيلو قرنا واحد ها زيدوا من هذه شويه لفات هي هاي هادي ب 15 يوم هاد البركة هادي الله يجعل البركة. كتجنسنا هاد المشيشة هادي مسكينة هي جات بغات الفطور ديالها عطيها وريها مسكينة هادي بغات ما تقصي. جاب الله المشيشة اليوم جابش الله ويسلم هاد الحوت وبغيناك تاكلي تات هي تنفعي راه مشات. حسيني انا وياه في العالم كلشي كيتفرج بهاد الوش هاد القضيزة هادي إلا خدمتي معاه كلشي كيتفرج بقول لهم ورقتين ديالو. هاي ها هو جا ها هو جا. شفتيها وجا عندك الحسينة بعدا سليات شكيناها صورنا فيها 500 درهم صيفطنا لها 200 درهم للبلاد بقات عندي 300 درهم مول الحانة تيتسال فيها 200 درهم بقات عندي 100 درهم نشري منها الدواء ديال السكر إوا الرزاق الله داكشي اللي بقى راه غادي نضيبانو به كان عجن خبيز ديال الزرع هذاك الخبز ديال السوق ما خدامش هي حلو فيه داكشي ديال السكر فيه الحلاوه بزاف ما خدامش هي انا كان عجن هذا الخبز ديال الزرع مزيان هذا مزيان ليا انايا كان عجنو هذاك الاخر حلو ديال السوق هذاك الخبز تاع السوق حلو هذا ديال الزرع هو اللي كناكل انايا واش غنديرو دي خويا الحسين اش بيديرو دابا كتشيط لينا بيك ليا الدراهم نفرو منها الدواء ونفرو منها ولا ما صيت والو هاي
شحال تقول عندي انا في العمره دروك الحسين هذا بعد ياتني لو 50 شفتيني تقول عندي 80 عمرك تكرفيس وتاب معنا وهذا الحال هذا وعايشين في هذه الحياه هذه انت كتشوف كيفاش داير الحياه عندنا نعيشو نطيبو المهم فاتنين مع المعيشه وما لحق وصلنا فين ما وصلنا فين قتلنا نضرب جن طيب وهنا فاش عايشين في هذه الفيلا هذه هذه هي الفيلا ديالنا فاش كنعيشو هنا في كنعيشو هنا في المكان ديالنا الحمد لله حنا والله كنعيشو في هاد الغارة والله تبارك وتعالى الحمد لله أحسن حاجة كاع والحرم ديالي خويا الحسين في هاد الحياة كاملة هي شي حجة الله يسر فيها من عند الله تعالى وتبارك ويسر لينا فيها بشي مؤمن يتعاون معنا فيها شي حجة في مقام سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي احنا كنطلبوها الله والدنيا حدها هنا باقا هنا كلشي باقا هنا كل الدنيا باقا هنايا انا كنتمنى الله تعالى شي حجه في مقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يجعل الله تبارك وتعالى ييسر فيها ييسر في شي محسن شي مؤمن يتعاون مع هذه كنحلم ديما به كنطلبوا الله تعالى وتبارك واخا انا فقير كانوا الناس كيحزوا على رجليهم اما ثلاثة هذا الصحابة مشوا دير عوزي وهذا الصحابة مشي على رجلي مشي ولكن نوماج نوماج ودير عوزي وديروا لي الرجل في مكة الله ويخفضوا يقتلوا يا دي والله يزر فيها ودي العزيز الله يخليك واش حسابك على جيسي على رجل خاصك باسبور وخاصك وراق خاصك يولسنا في الطريق شي واحد مشي انا وياه دقه دقه ديال الله ودي وهذا هو الحال ودي العزير احنا كنشوف حنا ضعفاء ومساكين وكنحبوا الله تعالى حنا مع المساكين تنموتوا معاهم الله تبارك وتعالى كيحب المسكين وتعالى منهم هاي خذوا هذا الخمر ونطيبوها ثاني ان شاء الله نطلع باش تخمر هذا هو الحال نعجنو نطيبو نخبزو نقرصو نحطبو نجيبو العواد لو غادي نمشيو نجيبو لها العويده واش غدير هي الحياة ليس الله تبارك وتعالى الحمد لله داو الزهر ديالي شوف تما راه هي الحياة ها هادي هي ما درتيها ما كان لي ديك شي حاجة أنا ما درتيها راسك تعلمتنا الوقت تعلمنا في هادشي الله يسمح لي من الوالدين ودي الحسين تكرصوا لينا الله يسمح لي من الوالدة راه توفات بسكينة
الله يسمح لينا من الوالدين. الله يرحمها ويغفر لها. الله يرحمها ويوسع عليها الرحمة ويجدد عليها الرحمة. اللي ما يرد الرحمة على الوالدين هذاك راه ماشي هو هذا. وانا تجاوزوا علينا التكرفيس مساكن الوالدين تاهم. انا في فيران اخويا انا ساكنين خلونا ننسوا. كيفاش كرت في الليل كيهبس كرت كرت. بالسلامة. غردا من هاد المجتمع فيه فينا ما كان فيهم والو خصنا نشريهم الدواء. خصني نشري ليه الدواء. بلادو هادي فايتة 100 فارة هنا الدور انا ياك. غردا كاين اخويا بزاف خصني ليه الدواء اخويا جيبوه. هذا بيدك تاكل هذا في هذا كثير هذا ولا كانوا شي صرف سرحيل خبز ديال الزرع هذا راه سخون راه يرغى شي عافيت هو هذا عارض عليه العشاء مع الحابن بها سيد الليله مع الحباب الليله كبيره عندي كبيره بزاف كبيره بدا السيد فطينه ما تليناش مسكين وخبر لينا واحد شي 16 شهر هادي ولا 7 ما تيتشدوها كنسول عليه يقول لي في الغزوه يقول ما فين كاين ودروك شنا فرحنا بحال شنا الهلال الله يهديك الخير اودي سيدي بمروك سي مرحبا بك سير قران الله يهديك الخير اودي يا خويا مرحبا وعلاش هو ولدو لينا هاد القرمون ديال الله يطول الله يطول عمره انا تسينا ابريل طيب البركه هذا راه سم خير هذا كاع شكرا لك بيجينا ديرو مرقه حقا خويا هاديك الخير ودي الرئيس كلشي كاين الحمد لله والله هاديك الخير ودي الرئيس كلشي من الجوال يلا كنشكر هاد القناة رحلة الصيد الحمد لله الله يوصل عليهم بخير الله يحفظهم والله يجعل سيدي ربي يحفظهم وانا كنشكر هاد القناة زينة الحمد لله وعدنا وكيشوفونا مساكن وكيقدرونا الله يكبر بهم الله يحفظهم تاهما في العمل ديالهم الله يحفظهم في العمل ديالهم ويحفظهم من البحر ويحفظهم من الحوايج الخايبين وكان الناس بكري يا خويا انايا لكن معاهم تهضر حتى الراديو ما عندنا دير الحسين ما خدامش ما كيغويش يخدم هنا ما عرفتش ما يغويش يخدم هنا كاع كليا تقول ما يشدش كاع خويا تقول وهكا داير اخويا تايا الحرفه راه حنا دوزنا فيها عمرنا هكا دايره ما فيها لا كيس لا نتريت لا والو كدوزناها كاملة عيش تتموت قلاب القسمية تتموت وصافي داكشي اللي قسم ليك الله الحمد لله الحمد لله على كل حال اودي الحسين خفنا غير يبيع لينا هاد الغار الناس خايفين هضرة كثير الحسين ما تقاداش هادشي نتفاجئ سمع نتكا شوية نعسو نوضو بكري نصلو الفجر ونوضو جازك الله أنا تقول لهم واه كي داير بخير ودي الحسين لاباس عليك الله يحفظك تجي مزيان بخير ودي الحسين الله يحفظك مرتاح انت بخير الله يبارك اه واه تقي دي هنا بسم الله بسم الله تقول لهم ودي الحسين الله يحفظك الله بارك الله تبارك الله خير هذا تبارك السي تقول لهم ها الله يحفظك جيب لي جيب بها السيما ان شاء الله جيب بها السيما وقد هنا ان شاء الله الله يطول عمرك ودي الحسين الله يحفظك لينا الله ينصرك ما تفرجتي بالفيديو عاود روح لواحد اخر يتفرج فيه